قديما قيل: لكل علة سبب ولكل علة علاج. والقول ينطبق أيضا على النبات. بعض الفطريات التي تصيب المجموع الخضري في زراعة المحمية والتي تسبب تعفن الثمار والساق أو تبقع الأوراق، سببها ارتفاع الرطوبة النسبية وعلاجها بسيط: تهوية الصوب جيدا للحد من الرطوبة. ومعظم الأمراض النباتية على الخضروات يمكن الحد من ضررها بزراعة أصناف المقاومة في الزراعة المحمية، تقاوم أمراض تعقد الجذور. بعض أصناف الطماطم والفلفل الحلو والخيار تقاوم أمراض التبرش. بعض أصناف الخيار والكنتالوب تكون مقاومة للإصابة بأمراض البياض الدقيق. فلنزرع هذه الأصناف وسط المزروعات الأخرى توفر لها الوقاية اللازمة.